ما يحبني راح يطلع مليون عذر وغلط. واخيرا روان بن حسين تكشف سر نحافتها الزائده. احتاج مدى من اللياقه. بفستان احمر اوف شولدر طويل مع اورنج فيذرز تألقت روان بن حسين امس في حفل الامي غالا، وقبلها بيوم وايضا في الامي غالا خلال مشاركتها في بانل بتخص الموضه والفن اختارت انه اطلالتها تكون بالابيض. واو الاطلال اليوم طلع مثل العروس، من وين اطلالتك؟ رامي قاضي و I'm styled by ابراهيم فخر الدين who's also my best friend. وهل اطلالتين كانوا كافيين لترجع تنهال التعليقات على موضوع خسارتها الكبيره للوزن اللي سبق وتابعناها قبل حوالي اسبوعين لما ظهرت بفستان احمر خلال حضورها احد الايفنتس في لندن. والتحليلات راحت لاحتمالين، ممكن تكون اجرت عمليه نحت للجسم او انها لجأت لابر التنحيف، واكيد اي تي بالعربي سالها عن السر. والناس كمان حابينك كثير وبدهم يعرفوا سر نحافتك، كيف خسرتي هذا الوزن؟ نحافتي قاعد اشارك الناس رحلتي مع الـ خلينا نقول الهيلثي لايف ستايل. من تقريبا 8 شهور اي جوت دايجنوست ب اوتو اميون ديزيز اسمه اللوبس الذئبه. من يومها خلينا نقول كان الويك اب كول لإلي انه انا اهتم بصحتي اكثر، هو مو موضوع نحافه كثر موضوع لايف ستايل اللي هي الاكل الجيم هو الحركه. بلاش مرغوب بوجودك فبلاش تتعدى حدودك. مو حي اكون بيرفورمر مغنيه ممثله، احتاج مدى من اللياقة، فاهتميت بجانب اللياقة أكثر. خلينا نقول حلو كتير. يعني شو بتنصحي كل البنات اللي حابين إنه يخسروا وزن، شو بتقولي لهم؟ أنا أقول لهم أولاً الجمال ما له معايير وما له وزن وما له حجم. don't lose weight لأن it's trendy to lose weight. lose weight إذا أنت عن جد حابة وزن معين أو أطلالة معينة أو حابة تكونين light. I want it to be light. ما تخلي المجتمع يفرض عليك معايير معينة. والأهم من هذا كله choose the right way to lose weight, the healthy way. ما تندمين عليها بعدين تدفعين ثمنها أغلى من خسارة الوزن. وما في مرة بتطل فيها روان وإلا بيكون في جدل على السوشيال ميديا. فبعد جدل الوزن تعرضت لحملة انتقادات واسعة بعد ما طلعت في فيديو حتبكي بسبب إنها حتركب طيارة إيكونومي كلاس. فوق هذا إيكونومي next please. يعني معقول يا روان طالعة على السوشيال ميديا عم تبكي انك تطالع ايكونومي؟ زعلوا منك الناس اللي بيحجزوا ايكونومي؟ لا انا اول شيء I was very specific بالكلام اللي انا قلته. قلت اليوم you can be a billionaire وتسافر ايكونومي and you can be شخص على قد حالك and you save money and you thrive to fly first class. بالنهاية كل واحد حر، تعبانة انا على فلوسي، انا مشتغلة عليهم. I get to spend them the way I like. مع احترامي للجميع، إذا أنا تعبانة على فلوسي وطموحي إنه أنا خلينا نقول أشتري راحتي my comfort حقي، أخذت شيء من جيب حدا؟ أنت روان إنه الناس بيكونوا مستنينك على الغلطة. لا شوف ما بتخافي الناس يزعلوا منك؟ لا أنا لأن أنا قلت اللي عندي وبررت نفسي already. اللي يحبني راح يفهمني واللي ما يحبني راح يطلع مليون عذر وغلط. So I think أنا وصلت مرحلة من الحمد لله الشهرة والنجاح والأضواء، مش مضطرة أنا أبرر نفسي.